مش عارفة. واو، الأوضة دي قد المتحف المصري، وإيه الفيونكات الجميلة دي؟ واو، وحصان جميل كمان، الملايات دي حرير؟ أنا أكيد في السماء. إنتي لذيذة، بتعمليني كويس. وليه ما عملكيش كويس؟ أنا مش عارفة، كلهم كده، خصوصاً أميرة، كل كلمة فيها أجمل من التانية. بلاش نتريق عليها، لازم نحب كل الناس، حتى أميرة؟ حتى ميس ميري؟ أيوة طبعاً. واو، أنت أكيد مش مضطرة تقري كل دول. مضطرة؟ أنا بحب القراية، في مغامرة موجودة في كل صفحة، في مدرسة في كل صفحة. أنت ما قريتيش الكتب دي؟ أو يلا يا إيمي، هنعيش مغامرات جميلة مع بعض. إزاي؟ هنتخيلها. يلا نتخيل إننا أميرات جوه قصر. أنا هبقى أميرة في أحلامي، وفي عرش ملاك قدامي. فين؟ بس أنا مش شايفة حاجة. هتبقى حاجة رهيبة، وأكيد مغامرة عجيبة. نجرب مش هنخسر، وحدود خيالنا نكسر. يلا مني وشوف اللي أنا شايفاه. أيوة فعلا، بس كل اللي بفكر فيه أنا بقى شايفة شمبانزي بينطي ومش بيأذي. أنا عايزاه يبقى صاحبي ويجي يتمرجح جنبي. نتخيل سوا إني نطير في الهواء، نتخيل سوا. أنا مبسوطة قوي. إنتي كويسة يا سارة؟ أنا وبابا بنحب نتخيل مع بعض. أوه، إنتي هتعيطي ولا إيه؟ أوه، إنتي عارفة أنا مبسوطة قوي إنك بقيتي صاحبتي. وأنا يا سارة. هنتخيل تاني بكرة؟ أيوة طبعاً.